من دفاع الامل الرياضي بحمد سوسة يا اخوان. رياض بن عياد يسدد ممتاز، وهدف اول لصالح الترجي الرياضي التونسي. كرة ممتازة خذاها رياض بن عياد، دار وسدد، وكرة لا تسد ولا ترد في توقيت 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول، اعادة لهذا الهدف الممتاز. ورياض بن عياد دائما في الموعد، بعد هدف اول في المباراة الأولى، هدف ثالث لرياض بن عياد وهدف ثاني في المباراة.